طريق الوظيفة الحكومية في العراق، طريق طويل أمام الشباب من أصحاب الشهادات الذين تخرجوا من كلياتهم، يغص بآلام الانتظار واليأس وضيق الأحوال المعيشية. هذه الآلام بات كبتها لدى الخريجين المتقدمين على تعيينات تربية بغداد المطالبين بحقهم في التعيين أكثر مرارة، فقرروا اليوم الجهر بها ورفع أصواتهم عاليا أمام مبنى المحافظة، آملين شيئا من الإنصاف والإنصات لمطالبهم الحقة. احنا المتقدمين على تعيينات تربية بغداد العام شهر 12/2018 وفق ضوابط الأمانة العامة لمجلس الوزراء قرار رقم 10، تأخر الإعلان صار 9 أشهر، ملينا من الوعود الكاذبة، كل شهر طالع المحافظ بتصريح هذا الشهر وبعد الشهر، احنا شنو ذنبنا تأخر أسامينا؟ كل المحافظات واغلب المحافظات علنت، احنا ليش بغداد معاني؟ وتزداد مرارة معاناة هؤلاء الخريجين الذين يعيشون على أمل واحد وهو التعيين الذي يرون فيه منقذاً لأوضاعهم المزرية التي يعيشونها، وتتفاقم هذه المعاناة عندما يستدرك هؤلاء أن الفساد بكل أشكاله تفشى في العراق حتى الجذور، وأنهم يصارعون اليوم من أجل بصيص أمل لا أكثر. يعني مبينين أنه مأجليها على مود أما الانتخابات أو مبيوعه. يا أخي والما عده شي يسوي، الما عده شي يسوي، وين يروح؟ شي يشتغل؟ هاي الناس عطالة بطالة، حتى الباعين المتجولين هم شالوهم ما خلوهم يبيعون. يا أخي وين تروح؟ احنا متزوجين وعندنا أطفال، حال الضيم حالنا، وننتظر التعيين صار لنا 5 سنوات خريجين. يا أخي شو نسوي؟ عندك 13 درجة وظيفية، 13,000 درجة وظيفية مقدمين عليها، فوق 140 خريج، يعني ناس ملت أعصاب، ناس عطالب وطالب منتظرين هاي التعيينات على مود يشوف وضعها، ما حد متأمل أنه يطلع اسمي، جايين الطالب بحقنا، الريت تعلن الأسماء. ويرى هؤلاء المتظاهرون من الخريجين في بغداد أن التظاهر والاعتصام سيكون طريقهم لتحقيق مطالبهم بالتعيين في حال واصلت الجهات الحكومية مماطلتها في إعلان أسماء المعينين. إحنا إذا في حال ما شفنا نتيجة لا من المحافظ ولا من الأعضاء راح هنا نظل قاعدين منا لما تتحقق مطالبنا. مظاهراتنا مستمرة يومياً ويوميا راح نجي، واذا ما اعلن الاسماء خلال هاي الايام احنا راح نسوي اعتصام مفتوح وراح نسد هذا الشارع سايد. ويعاني العراق منذ عام 2003 فسادا كبيرا وسيطره حزبيه ميليشياويه حكمت جميع قطاعات الحياه فيه، وبات ملف التعيينات فيه رهينة لهذه الجهات التي سرقت ونهبت العراق ورهنت على تدمير رأس ثرواته وطاقاته وهم الشباب. وتستخدم دعايات انتخابية من 9